انشقاق جماعي في مدينة الزودان. أنا العسكري المجند أمر حمد وأقول أنا انشقاقي عن الجيش العربي السوري وانضمامي إلى الجيش الحر. أنا عسكري عبد الله أحمد عبد الله إبراهيم، أنا انشقاقي من جيش الأسد وانضمامي إلى الجيش الحر، وهذه هويتي. أنا عريف المجند محمد عبد القادر العباس، أنا انشقاقي عن كتائب الأسد وانضمامي إلى الجيش الحر. أنا أحمد حسين طاووس، برضه من فرس أمن الزبدائي، من فرس أمن الدولي، أنا انشقاقي من أمن الدولي. أنا مجند حسن أحمد حمود، وأنا انشقاقي عن مقسم دولة الزبدين وانضمامي إلى الجيش الحر. العسكري المجند محمد علي جاسم، وأنا انشقاقي عن الجيش العربي السوري من فرس أمن الدولي. أنا العسكري المجند محمد محمود إبراهيم، أنا انشقاقي عن الجيش العربي السوري وأعلن انضمامي للجيش الحر. أنا العسكري المجند علي أحمد علي، وأعلن انشقاقي من كتائب الأسد وانضمامي إلى الجيش الحر. أنا العسكري موسى أحمد مرعي، وأنا انشقاقي عن الجيش الأسدي الظاهر وانضمامي إلى الجيش الحر. تكبير!